السلام عليكم. فرق عليا ديك لايك راك غادي تفرج في احسن موريطاني في العالم بالدليل وبالوراق ديالو، ماشي كنهضروا على هكاك. شد لك واحد تونسي عب عصا ديال الشطابه اللي عجبني فيه، زعما ما عندي ما نقول موريطاني الله يعطيه على الصحه. اخرج داك التونسي انما الشعب الصحراوي، الشعب الصحراوي هكذا من هنا الشعب الصحراوي. داك الموريطاني قال له وليدي، قال له العام، قال له الشعب الصحراوي راه كيتمتع في البلاد ديالو في المملكه المغربيه، عايش في امن وامان، كيصوت في الانتخابات، كلشي هو هذاك، كلشي مغيز. ومن حدك غادي يطرق معاك عبد المجيد، قول له يطلق الصراح ديال دوك المحتجزين اللي عنده يرجعوا للبلاد ديالهم، راه المغاربه كيقولوا ان الوطن غفور رحيم. الا قلت لك هذا موريطاني بالوراق ديالو بالتامبر بالطابع، هذاك التونسي بقى كيتلوى الاستفتاء، خصنا نديروا الاستفتاء. هذاك الموريطاني بقى يشوف فيه، قال له حبيبي، قال له العام، استيقظ يا رجل، انفض الغبار على ظهرك وراه يدك نجروك ل 2023، راه باقي في السبعينات. اولتي الاستفتاء سالينا في 2002، 2007 المغرب حط المقترح على الحكم الذاتي، القرارات ديال الامم المتحده الاخيره ما بقاش شي حاجه كتجبد سميتها الاستفتاء. يا ودي قلنا لك انفض الغبار على ظهرك، استيقظ يا رجل. الا موريطاني الله يعطيه الصحه، لا شدي هذا التونسي فيه ما دار كيعطيه عصا ديال الشطابه، نفضوا مزيان. ولكن الغريب في الامر فين هو ان هاد التونسي هذا التونسي كيدير تحرير الشعوب، وانت ما محررش مرتك اصاحبي، فين هي مرتك؟ راه شاده الطابور على الخبز، ما عارف واقف موراها راجل، ما عارف موراها عزري، ما عارف انت ما محررش مرتك اصاحبي. ازمه ديال الخبز ما كيناش، الدقيق ما كيناش، كارثه عظمى. مرتك النهار مواطاليه واقفه في الصف، ما عارف شكون واقف موراها، وجاي انما تحرير الشعوب انما الاستفتاء. حرر مرتك اصاحبي، يا ودي يا التونسي الا جيتي تهضر على الازمات والمشاكل اللي عندك، نعطيكم من دابا حتى 2026، يلا تكون ضربتي النص. البلاد غارقه الودنين، مالك انما الاستفتاء، انما وجاي كضرب في الوحده الترابيه ديال المغرب. انا كيقتلوني هاد الكنوس هادو، زيدوا مع الكراغيله، ما عندوش الماء باش يتوضا صاحبي، كيبغي يدخل للطواليت يقضي الحاجه كيدخل مع حجره باش يقضي بها، الماء ما كايناش، انت ما محرر شمراودك، ما غاسل شمراودك، وجاي انما تحرير الشعوب. نحن بلد الشواكر، نحن بلد الشعارات، نحن حرر عمراودك اصاحبي، وقعك خانز اصاحبي، ما عندكش الماء باش توضى، وحرر عندك الحجر قهرتيه فيما تبغي تدخل تدخل معك حجره، ويقتلوك في المواقع وفي التعليقات، انما نحن مع تحرير الشعوب، بلد المليون و836 مليون ريال شهيد، احنا اللي كينا بلد الشواكر، وداك الحجر مالك معاه، فيما كان شي حجره دخل معك للطواليت طلعها معك. هادو ولاو شطارج، راه قالك شي يولي عندهم ازمه ديال الحجر، فيما كان شي حجره كيدخلوها، راه كيقتلك بحال هاد النوع هذا، وانت عايش اصاحبي غارق حتى الودنين، وجاي باغي تضرب الوحده الترابيه ديال واحد البلاد، ما عندك معاها حتى شي كارثه عظمى اصاحبي. دابا التونسي اش قربك لعندنا؟ اطلق عليك عام موريطاني نفض لك ودنيك، مرتك في الطوابير كاع ما شفتيها، الخبز ما عندكش، مالك نريد تقسيم الوحده الترابيه ديال المغرب، الاستفتاء، وباقي عايش في السبعينات، ذاك الموريطاني عاش ويا وقال له راه يديك نجرك 2023 حبيبي راه تبقى ليه. الا موريطاني يستاهل زعما الله يعطيه الصحه، اعجبني فيه في ما تلوى معاه كيشوي. فرق لكم مع هذا الحوار كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلوا الراي ديالكم في التعليقات، الناس مازال ما مشاركوش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ديميستر اجرى اول جوله له في المنطقه في كانون الثاني يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر، وفيها ايضا مخيمات تندوف، ومطلع تموز يوليو توجه الى الرباط للقاء مسؤولين مغاربه. ها هو اليوم في العيون لاول مره، سيزور الرباط ايضا والجزائر وفق المعلومات الوارده. سيد الهادي الغلوفي البحث الاكاديمي، ما تعليقك انت على هذه الزياره؟ في اعتقادي ان الزياره جاءت متاخر، لان اكتوبر 2021 ونحن في سبتمبر 2023. عندما تكون مبعوثا امميا خاصا بالصحراء الغربيه، هو عليك ان تتوجه الى اصحاب الشان مباشره قبل ان تزور الدول الاخرى لاستطلاع لاخذ المعطيات والفكره الاضافيه. قبل زياره المغرب والجزائر يجب زياره الصحراء الغربيه واستطلاع اراء الصحراويين، لانهم هم اصحاب الشان قبل المغرب وقبل الجزائر. انا في اعتقادي انه جاءت متاخره، والناتي متاخرين افضل من لا ناتي ابدا. انا اعتقادي في هو الدور الاساسي الذي سيلعبه هو حاليا محاوله حل حاله مسكوت الصحراء الغربيه في اطار تقرير المصير واعطاء الشعب الصحراوي حقوق. طيب سيد الشيخ احمد امين، من حيث انتهى ضيفي، هل ياتي فعلا إلى الصحراء الغربية ديميستورا بتصور ما ملموس لدفع العملية السياسية، أم أن الأمر روتين أممي لا أكثر ولا أقل، لديه ربما صلة بهذه الأجندة التي كنت تتحدث عنه، والهدف فقط هو التحضير لنشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول أكتوبر المقبل؟
بالبداية اسمح لي أن أعبر هنا عن اختلافي في وجهة النظر التي قدم عن مع وجهة النظر التي قدمها ضيفك الكريم من تونس، أن بدمستورة تأخر في زيارة المنطقة الجانب المتعلق الجانب يعني إقليم الصحراء. أنا أعتقد بأن دمستورة زار الصحراويون أنه لم يتأخر. بالنسبة لي أن الصحراويين الحقيقيين الذين يمثلون الصحراء هم الصحراويون الذين يوجدون الآن في العيون وفي بوجدور وفي داخل وفي طرفاية وفي بيرغندوز. هؤلاء هم الصحراويون الذين يمثلون زخم الصحراوي. أنا موريتاني مثلا وأعرف الصحراء أكثر من الأخ في تونس. الصحراء نسبة حوالي 90% من الصحراويين هؤلاء موجودون الآن داخل الصحراء داخل الأقاليم الجنوبية في المملكة المغربية. أما مجموعة قليلة هي مجموعة موجودة في مخيمات تندوف في الجزائر، هذه لا أعتقد أنها تمثل الصحراويين. صحيح أنهم صحراويون وأنهم ينتمون إلى هذه العائلات وهذه الأسر، ولكن الذين يمثلون الصحراء والذين يشاركون في انتخابات هي الأكبر في المغرب من حيث نسبة المشاركة، ولهم ممثلون في المجالس المحلية وفي المجالس التشريعية. هؤلاء هم الصحراويون الحقيقيون وهم الذين يمثلون الشعب الصحراوي. ولم نسمع أبدا لا في تندوف ولا في داخل إقليم الصحراء في جنوب المغرب من يعترض على شرعية هؤلاء الصحراويين الموجودين. طيب سيعقب على ذلك ضيفنا أراد. طيب الآن هل يأتي إلى الصحراء الغربية بتصور ما ملموس لدفع العملية السياسية سيد الشيخ أحمد أمين؟ أم أنه فقط إجراء روتيني؟ لا أعتقد أنه جاء بتصور، لا أعتقد بأنه جاء بتصور جديد بقدر ما هو جاء انعكاس للتحولات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة. الاعترافات الكثيرة التي تمت، اعترافات 30 تقريبا بلد إفريقي الآن له قنصليات في الأقاليم في إقليم الصحراء في الداخل وفي العيون، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية في الصحراء، اعتراف إسبانيا، اعتراف ألمانيا. إذن هذه التحولات أعتقد بأنها جاء هنا ليستمع من الصحراويين في هذه الأقاليم في هذا الإقليم لانعكاسات هذه. هل هناك انعكاس حقيقي على الأرض؟ يعني يريد أن يستمع أكثر مما يريد أن يقدم. أنا أعتقد أنه جاء ليستمع من الصحراويين إلى انعكاسات هذه التحولات في حياتهم، وهو بالتالي والآن خلال لقاءاته في العيون حسب ما وصل إلينا التقى بالمنتخبين، التقى بالمجالس المحلية، التقى بالمجتمع هيئات المجتمع المدني، يعني استمع إلى الصحراويين أنفسهم. إذن لم يستمع إلى غير الصحراويين. هؤلاء هم الصحراويون الذين يقدمون وجهة نظرهم باسم الصحراء. نعم. طيب سيد أحمد أمين، عودة إلى السيد الهادي الغيلوفي، الأمم المتحدة تقول أن ديمستورا يأمل من هذه الزيارة أن تدفع قدما بطريقة بناء العملية السياسية حول الصحراء الغربية، ولكن حتى بنظر لما ذهب إليه ضيفي في حديثه، هل ما زال يعمل فعلا على إعادة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، أم أنه جاء ليستمع فقط، أم أن الأمر تجاوزه الزمن كما يقول البعض بعد اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى عدها ضيفي ب30 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أو دعم مقترحها للحكم ذاتي؟ كيف ترقب أنت ذلك سيد الهادي غيلوفي؟ أول في الرد على تدخل ضيفك الموريتاني، فالصحراويين يعرفوا مشاكلهم أكثر من نحن من نعرفها، فبالتالي لا يمكن استبعاد أي طرف صحراوي، وكل القيادات المنتخبة هنالك فئة من الصحراويين لا يعترفون بوجود يطالبون بدولة مستقلة وهي جمهورية صحراوية، وليس نحن من نقرر من يمثل الصحراويين، هو من يمثل الصحراويين هو القرار الذي ينتج عن استفتاء شعبي يبين موقف الصحراويين من هذه القضية. تقرير المصير وهو الحاسم في الموضوع. تقرير المصير يأتي عبر استفتاء نزيه وغير، ولا يتعرض الشعب الصحراوي إلى ضغوطات واعتقالات. ألم يتجاوزه فعلا الزمن نظرا حتى بالنسبة لتعقيدات تنفيذه وتطبيقه اليوم؟ ألا يبدو الأمر أصعب من ذي أمس بعد اعتراف دول عديدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؟ وهل يأتي فعلا بمشروع ملموس سيدي ديمستورا؟
أنا في اعتقادي أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ليس حاسما، واعتراف الكيان الصهيوني الذي من المغتصب لأراضي الفلسطينيين ليس حاسما لكنا نقرر نقوله من اعترف بالصحراء الغربية. هذه الدول الأخرى تعترف بالسيادة الصحراوية، فهذا موضوع ما زال محل جدل ولم يحسم بعد. أنا في اعتقادي أن تقرير الأمين العام لمجلس الأمن يجب أن يكون موضوعيا ويتبنى كل وجهات النظر ويبينها دون انحياز لأي طرف، طرف الذي يحظى بدعم أمريكي أو دعم صهيوني. لا أعتقد أنه هذا الطرف يكون راشدا. طيب، الموضوع ما زال محل جدل ولم يحسم بعد، هل هذا ما يفسر هذه الزيارة، زيارة ديمستورا إلى المنطقة؟ يقول ضيفي أن حتى اعتراف دول بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لن يغير في الأمر شيئا، والدليل على ذلك أن الأمم المتحدة من خلال ديمستورا ومن خلال مسؤول أمريكي آخر سنأتي على زيارته شبه المتزامنة إلى المنطقة يدفعان نحو تفعيل العملية السياسية. سيد الشيخ أحمد أمين، ما رأيك فيما ذهب إليه ضيفي؟ أنا لا أعرف لماذا ضيفك يذهب إلى هذا في تحليله إلى هذا الرأي. كيف لا يعتبر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، إقليم الصحراء، وكيف لا يعترف باعتراف إسبانيا المستعمر لهذا الإقليم بسيادة المغرب على هذا الإقليم؟ ثم وكيف لا يعترف باعتراف الجامعة العربية، لأن الدولة الوحيدة التي تعترف بالبوليزاريو هي الجزائر. هناك مؤتمر الإسلامي، دول الإسلامية، جميع الدول الإسلامية، لا توجد دولة واحدة في العالم الإسلامي لا دولة واحدة تعترف بالبوليزاريو غير الجزائر. إذا حسم الأمر، ما الغاية إذن من هذه الزيارة المغربية؟ هذا ما قصدته سيد شيخ أحمد أمين، ما الغاية من هذه الزيارة إذن إذا حسم؟ كما قلت في بداية الأمر، إن الزيارة تدخل في أجندة روتينية، زيارة روتينية عادية جدا إلى مستشار الأمين العام إلى الصحراء، يزور ممثل الأمين العام إلى الصحراء، يزور مقر الأمم المتحدة، لأنه هناك اجتماع مقرر في أكتوبر سيحدد مدى جدوائية بعثة الأمم المتحدة في الإقليم، وهل ستمدد لها الفترة، هناك تمديد أم لا. إذن هذه ناحية. الناحية الأخرى قلت إنه من باب أول تم تعيينه في أكتوبر 2021، كان عليه أن يزور هذا المقر، أن يزور المنطقة وأن يستمع إلى آراء أهلها، وهذا ضمن آلية عمل الأمم المتحدة. طيب، ولكن أنا لا أعتقد أنه جاء ليقدم مقترحات. سأواصل معك سيد الشيخ أحمد أمين تحديدا في هذه النقطة قبل أن أوفي ضيفي حقه سيد الهادي الغلوفي في الجانب المقابل من حيث الوقت. تعتبر أنها زيارة روتينية رغم أنها تأتي شبه متزامنة مع زيارة وفد أمريكي يقوده جوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية المكلف بشمال أفريقيا بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة، هذا هو ما تقصده سيد الشيخ أحمد أمين؟ رغم ذلك أنا أعتبر بأن الزيارة جاءت متناسقة مع زيارة الوفد الأمريكي، يعني هناك جانب عملي، هناك زيارة روتينية على مستوى الأمم المتحدة، وهناك عمل ميداني تقوم به الولايات المتحدة، لأن نائب مستشار وزير الخارجية الأمريكي كان واضحا في بيان الخارجية الذي صدر أمس، الخارجية الأمريكية، الذي قال فيه إنه أبلغ زعيم البوليزاريو خلال لقائه معه أنه لا بد من حل واقعي، أن لا بد من حل واقعي، هذه كلمة واقعي بين غفرين، يعني أنه الحلول الآن البحث عن حل واقعي، والحل الواقعي هو ما قدمه بوجهة النظر الأمريكية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007. طيب، وهو الذي تبنته إلى حد ما الأمم المتحدة في قراراتها التي جاءت بعد ذلك.
هل يقوم مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس الذي زار مخيم التندوف التقى في الجزائر العاصمة وزير الخارجية الجزائري، هل يقوم بوساطة سيذهب إلى المغرب، هل يقوم بوساطة ما سيد الهادي الغيلوفي لدعم جهود ديمستورا، لدعم جهود الأمم المتحدة، المجموعة الدولية ككل، الولايات المتحدة، من أجل ما ذهب إليه ضيفي تحديدا بقوله حل واقعي بالنظر للمتغيرات الحالية؟ أنا أعتقد أن الوساطة جيدة ومطلوبة من كل الأطراف الدولية، وأن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى الموقف المغربي ليس موضوعيا، فبالتالي الشعب، أنا أقول أن الشعوب هي من تقرر مصيرها، وربما الشعب لو استفتي الشعب الصحراوي استفتاء صحيحا، إذا أدى الاستفتاء إلى الحكم الذاتي فليكن الحكم الذاتي. أي لكن ثم توقع جديد ولم يحصل هذا الاستفتاء من أجل حق تقرير المصير بعد عقود من الزمن، حتى الآن لا يجب المرور إلى مرحلة أخرى وأن يكون هناك حل مقبول من مختلف الأطراف من خلال المفاوضات أولا حتى نفهم مختلف الرؤى في هذه القضية، ونحاول إيجاد ربما حرية تقريب وجهات النظر. حرية الشعوب لا تسقط بالتقادم. إذا كل الأمم المتحدة ترفض بالكيان الصهيوني ليس دليلا أن الشعب الفلسطيني ليس له الحرية في التحرر، وهو نفس الشيء بالنسبة لي. نتحدث من الناحية التقنية، لا نتحدث عن المبدأ، من الناحية التقنية سيد الهادي الغيلوفي. هنالك لكل أزمة دولية هنالك حلول تقنية، والحلول التقنية مبدئيا لا يجب ان نسقط بقيه الحلول. انا في اعتقادي ان هل تعتقد ربما ان المفاوضات ان عوده الاطراف المفاوضات الى المفاوضات المباشره قد تسهل تقرب وجهه النظر رغم رفض الجزائر مبدا هذه المفاوضات المباشره لحلول لكل الحلول السلمية؟ لابد من وجود آلية من آليات التفاوض المباشر، ولا يمكن تحل الأزمات كلها بالتعنت. الجزائر لها موقفها، والمغرب له موقفها، والشعب الصحراوي لا يمكن يبقى خارج هذا الإطار. فعلى الدولة، على الجزائر، على الجزائر والمغرب أن يتقاربان في عدة قضايا لمصلحة الشعب الصحراوي ومصلحة المغرب العربي عموما. أيا كان الحل أو المساعي المبذولة في هذه المرحلة سواء من وفد الأمريكي أو من ديمستورا نفسها، حتى أعود إليك سيد الشيخ أحمد أمين، يعني ما هي حظوظ فعلا دفع العملية السياسية في للذهاب نحو المفاوضات تحديدا في ظل معارضة الجزائر استئناف هذه المفاوضات على شكل موائد مستديرة وقطعها أيضا العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في آب أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة بين البلدين؟ وهذه هي لعلها المهمة الأصعب بالنسبة لديمستورا، والتي لم ينجح فيها لا هو ولا من سبقه. ربما نجح في الموائد المستديرة، ولكن في أن تفضي إلى حل هذا ما قصدته. الأستاذ حكيم قبل أن أجيب على هذا السؤال، أتفق مع ضيفكم الكريم من تونس، في قوله إن المفاوضات سبيل للحل، وإشارة أنه لا مكان للتعنت في هذه من أجل قيام هذه انطلاق هذه المفاوضات. وهنا تتحمل الجزائر، والكل يعرف أن الجانب المتعنت، لأن المغرب في كل خطابات ملك المغرب المتوالية يفتح يمد يده للجزائر من أجل الحوار، ونحن نعلم أن الحوار كله مصطنع، وأنه متى وجد هذا الصراع من 75 إلى اليوم 48 عام هذا الصراع، هناك طرف واحد متعنت وهناك طرف منفتح على الحوار. والجزائر من جهتها تقول أنها ليست طرفا مباشرا، وتدافع أيضا على حق الشعب الصحراوي أيضا في حجتها. سيد شيخ أحمد أمين، هي إذا لم تكن طرفا مباشرا ينبغي أن تترك للصحراويين الحق في أن يعودوا إلى الصحراء، لأن المغرب يفتح بابه. أي مجموعة اليوم، أي أمة، أي شعب مفتوح له الباب في الدخول إلى أرضه ينبغي أن يدخل. المغرب يفتح الباب برا وبحرا وجوا للصحراويين
ليدخلوا إلى الصحراء، بل أعلن قبل سنوات أن الوطن شعار، الوطن غفور رحيم، ومنح للصحراويين الذين يعودون حقوق كثيرة، بناء أعطاهم المساكن وأعطاهم بطاقات تأمين خاصة، وكل هذا كان تشجيعا لهم للعودة. هذا إذن ليس مستعمرا. أي كيف يناضل إذا كانوا يريدون أن يناضلوا من أجل قضية يعتبرونها صحيح، يناضلوا من كما هم إخوانهم طيب. موجودون الآن في العيون وفي الداخل، ينضموا إلى عائلاتهم هناك طيب. من يمنعهم من ذلك؟ المغرب لا يمنعهم. إذن طيب. من هو المانع؟ هي الجزائر. الجزائر هي التي تمنع الصحراويين من الدخول إلى المغرب. هذه هي القضية. إذن طيب. الحل أنا طيب. بالنسبة لي طيب. هذا من وجهة نظرك الحل قائم طيب. طيب. الحل قائم. الحل المغرب فتح باب الحل، قدم مقترح. لماذا لا تقدم الجزائر؟ المغرب مقترح 2007، هذا المقترح موجود، مقترح والجزائر تدعم من انطلاقا من منظور دعم الحركة التحررية على الاقل. هذا 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 في حجتها. يجيبك سيد الهادي الغلوف الباحث الاكاديمي في هذا الشأن تحديدا، ويقودني حتى اختم معك. هل ثمة امل؟ يعني الإشكال ليس فقط في الصحراء الغربية، قبل أن نتحدث عن الصحراء الغربية نتحدث عن الخلاف القائم بين البلدين والتوتر وهو في ازدياد. هل ثمة أمل في رأب الصدع بين البلدين من خلال وساطة ما، خاصة بعد إعراب العاهل المغربي في خطاب العرش عن أمله في عودة الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين؟ وتعقب على ما ذهب إليه ضيفي في الجانب المقابل، وأختم معك سيد الهادي الغلوفي، تفضل. تعقيبا على ما ذكره ضيفك، ما هي الضمانات التي تقدمها المغرب للعائدون لكي يتعرضون للملاحقات باعتبارهم كانوا رفعوا السلاح أو كانوا معارضين للنهج المغربي؟ وأنا في اعتقادي أن قضية الصحراء هي قضية مغاربية بامتياز، ولا يمكن حلها إلا في إطار نوعا من الوحدة المغاربية أو التنسيق المغاربي ونزع الخلاف المغاربي بين الجزائر كيف سبيل إلى ذلك والمغرب إيه؟ ولابد لتونس أو غير الدول المغاربية أن تكون واسطة خير بين الطرفين. فالمسألة معقدة جدا، ولا يمكن حل هذا الإشكال الصحراوي إلا بحل الخلافات المغاربية الجزائرية بكل الوسائل. أنا في اعتقادي لا يوجد سبب لهذا الخلاف التاريخي إلا البحث عن الخلاف في حد ذاته. لكل شعب، لكل قيادة تتمسك بموقفها، فلا يمكن أن تحل مشكلة الصحراء الغربية. في انتظار هذا الحل المقبول من كل الأطراف لهذا النزاع الجاري على مدى عقود. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم، تعليق كان تخرج عليه بالرأي ديالكم. ناس مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف بعدا نشوفوا فيديو جديد. ديما مغرب.